بعد بنيته. لا 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 اذا متابعي قناة شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صباح الخير عليكم. كما تشوفوا في وقفة جديدة وفي مدرسة جديدة عاود اللي جات في الجيراري امام الطبيب ديال الحومة مدرسة ديال الامام مالك بن انس. الامهات جاو هذا الصباح هذا ومنعوا الاطفال ديالهم باش يدخلوا يقراوا حيت ما راضينش على هذه الوضعيه هذه، يعني يقراوا جوج ساعات في السيمانه. الطلب ديالهم انهم يقراوا بحالهم بحال الناس يا ما يقراوش بصفه نهائيه، حيت هذا الشيء هذا الامهات يوميا ماشيين ماجين ماشيين ماجين سامحين في الشغل ديالهم سامحين في كل شيء، وجيو الثقل ديال المحفظه وجي حتى للمدرسه عاود رجع للدار عاود نفس الشيء. فهاد الشيء هذا ما يعني كيف ما كنقولوا حنايا ما سلكش هادشي هذا. متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا نسمعوا من عند احد الامهات. السلام عليكم. بخير. عملنا شي حال، حنا كل صباح كنجول رجعوا نجول رجعوا، حنا ما بغيناش القرايه على البعد، وعملوا شي حال مع الاساتذه. حنا ما بغيناش ولادنا يتشردوا في الزنقه، حنا بغينا ولادنا يقراو. ما يمكنش الاسعار زدتوها والقرايه وقفتوها. حنا خصنا ايما ولادنا يقراو ولا عملوا معنا شي حال. حنا خصنا الحل ديال الاساتذه. حنا ولادنا كل صباح كنجيبوهم نردوهم، ماشي حشومه وعايب. حنايا نجيبو ولادنا والباقين ولاد 5 سنين يجوا في 7 الصباح ينوضوا يجوا لباب المدرسه. حنا خصنا ولادنا يقراو، والمدرسه العموميه هي اللي كاينه. انا المراه فقيره ما عنديش باش نشري التليفونات نجد العواول وكاريه، وما عندي ما خداماشي. ما يمكنش انا نشري جد التليفونات من العواول باش يقراو لي عن بعد. حنا بغينا الاستاذ في المدرسه كيف ما خلقنا حنا نشوفوا الاساتذه في المدرسه. انا بقاو في المدرسه العموميه، ما يمكنش العواول يجوا ويرجعوا. الله يجازيكم بخير، عملوا لنا شي حال، عملوا شي حال الاستاذ. حنا خصنا ولادنا يقراو. وشكرا. السلام عليكم. حنايا كيقولوا لك حنايا عاملين وقفه احتجاجيه. حنا هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي عاملين اليوم اولا امبارح كنهضروا ماشي ضد الاستاذ، حنا مع الاستاذ، حنا ضد هذا الشيء اللي واقع لنا دابا. حنايا كورونا كانت كيقريونا نهار نهار لا ولادنا طلعوا خاويين، فما بالك دابا كيقريونا نص نهار الجمعه ونص نهار الصباح ديال السبت. واش كافينا؟ والام اللي قريه عتعاون بنا في الدار، واللي ما قريهاش شنو عتعمل؟ شنو عيوقع؟ هاد العواول طالعين خاويين. حنا كنهضروا على وليداتنا ضايعين ضايعين، اما باش حنايا وقفه احتجاجيه على وليداتنا خاصهم يقراو. الوقت كتجبد والمدارس كيجب. الله يا ودي الله يا ودي، على حنا وليداتنا بغيناهم يتعلموا. هادشي اللي كتهرسوا راه الاجيال تغدى، الاساتذه تغدى، الاطباء تغدى، ملي كتقضيهم هاد القرايه وغدا كيقول لك خطا طبي خطا ما عرف شني، وهذا هي النتيجه ديال هادشي هذا اللي حنا كنعيشوه دابا. خاص الاصلاح ديال التعليم باش وليداتنا يقراو. حنا ضد يومين في السيمانه، بغينا وليداتنا يقراو سيمانه كامله عاديه بحال اللي كنعرفوا دائما. وشكرا. السلام عليكم. حنايا هنايا امهات واقفين كنعملوا وقفه احتجاجيه على ولادنا. المدرسه مفتوحه، الاساتذه كاينين، ولكن حنايا بيدنا عاملين اضراب على ولادنا. بغينا ولادنا يقراو. يومين ولا 3 ايام في السيمانه ما بقاتش كافيانا، والعواول ديالنا خاويين اصلا. ودابا كيقول لك غنعملوا لهم امتحانات، ولادنا ما عندهم حتى شي حاجه باش يعملوا لهم امتحانات. دابا حنايا كنطالبوا من الوزير يعمل شي حال مع الاساتذه باش حتى حنايا ولادنا يجبروا لهم الحل. هادشي هذا راه بزاف بزاف، وصراحه خصو يعمل شي حال لان الاساتذه ضايعين ووليداتنا دابا ضايعين. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. كنطالبوا المسؤولين يشوفوا لنا الحل لهادشي هذا. المدارس ديالنا مفتوحين، الاساتذه كاينين، والقرايه ما كايناش. العواول يهزوا
حنا ما نقريوش ولادنا نهائيا، ولادنا ما غاديش يدخلوا، خا هما معانا جبناهم حق ما غاديش يدخلوا. ثلاث ايام ما كافياناش. ثلاث ايام ما كافياش نهائيا، العواول دائما ما كانوش كافي، عاتك دابا غادي يقراوا نهار في الاسبوع ما يمكنش، حنا كنطالبوا يشوفوا لنا الحل دهاد الشيء هذا، كنطالبوهم الله يجازيهم بالخير، الله يرحم الوالدين ديالهم. السلام عليكم، حنا غنبقاو وقفة احتجاجية، حتى قادوا لنا الأمور ديالنا مع الأساسيدة، حنا ماشي ضد الأساسيدة. بالعكس حنا خصنا يعطيو القانون ديال الاساسيده باش وليداتنا يقراو، كيقولوا بريفي حنا ما غنقريو شي ولادنا في بريفي، حنا غنبقاو هنا باش وليداتنا يقراو، حنا غنبقاو في احتجاج باش يديروا لنا حل يا الاثنين يا حنا ما غنقريو شي يومين في السيمانه وليداتنا، ما كتكفيناش، راه وليداتنا ما كيقراوش ويقولوا عن بعد، ولادنا ما كيقراوش في المدرسه يقراو في البعد، التلفازه التليفون ما كيقراوش ولادنا، راه خصنا الحل لهذا الشيء وشكرا. السلام عليكم، حنا عاملين احتجاجنا على اساس كيقولوا القرايه عن بعد، واش مش المشكل المشكل في القرايه عن بعد ما مكافياناش حنايا، ماشي اي واحد عنده المطالبات انه باش يقري ولدو عن بعد، حنا قرينا في مدارس الدوله، بقينا باغي المدرسه الدوله هي اللي تكون اساس، ماشي ضد الاستاذ ولا ضد حتى شي حاجه، حنا مع الاساسيد، ولكن بغينا لحن وليداتنا، وليداتنا باش يقراو عن بعد هما كيكونوا حاضرين مع الاستاذ وما كيفهموا والو، عاد غيقرا عن بعد، شكون اللي غيفهموا عن بعد؟ لي والديه ما قاريش، لي والديه بوساطة، واش حنا كنحاربوا وليداتنا على التليفون، وهما كيبغيو انهم يعطيوهم تكنولوجيا التليفون، فاش غيقرا هذا الولد؟ واش الولد غطيه التليفون؟ غنبقى نراقبوا انا واش كيقرا في التليفون، ولا هذه ما عندناش حنا طفل واحد ولا جوج، كتجبر الام عندها اربعه ولا خمسه ديال الاطفال، واش عاد تبقى مقابلهم؟ واش عاد دير لهم تليفونات كاملين؟ ما يمكنناش حنا الامكانيات نعدلهم التليفونات من هاد العيال كاملين، ما يمكنش احنا نقابلوا العيال كاملين باش قاريه واش قرا واش كيقرا واش كيشوف شي حاجه اخرى، وهذا الطلب ديالنا. بقاو شي يوم هاد الوليدات وهاد الامهات كل نهار هازين الماليطات وماجين، حنا ما غنقريو شي يومين في السيمانه يديروا معنا حل، ايه ما غيديروا شي، غنبقاو نديروا احتجاج في هذا الباب دائما وشكرا. السلام عليكم، انا بحالي بحال هاد الامهات كنطلب بلي ولادنا يرجعوا للمدرسه، يجلسوا مع الاساتذه ويلبيوا لهم المطالب ديالهم، اولا يوصلوا غير واحد الحل وسط، ولادنا راه ضايعين كيقراو نهار واحد وجلسوا ثلاث ايام كينساو، وخا نجلسوا معاهم راه غير كافي، راه الشرح الاستاذ ماشي هو الشرح الام، شحال ما كانت الام قاريه ما يمكنش توصل داك الشيء اللي غيوصلوا الاستاذ، لذلك حنايا واقفين مع الاستاذ وقفه احتجاجيه، ما ندخلوش ولادنا هاد ثلاث ايام، البارح واليوم الاثنين ان شاء الله، حيت خصنا الحل، ما خصناش يقراو يومين ثلاث ايام لا، يومين ثلاث ايام لا، هذه ماشي قرايه، ولادهم كيضيعوا محافظهم منزلين، امتحانات ما كاينينش، قرايه ما كايناش، دور الاولاد ضاعت، حتى شي حاجه، والام عمرها ما تكون تدي الدور للاستاذ، الام راه مكمله. وبغينا الاستاذ مدرسه والدار كيتعاونوا، اما وحده ما يمكنش، والله يوفق الجميع وعلى الله. متابعي قناة شفت فيكم، سمعت معنا المعاناة ديال الأمهات مع التعليم اللي كيعانيو منه جميع الأمهات ديال المغرب كامل، وكما شفتوا الأمهات اللي عندهم ولادهم كيقراو في المدرسة ديال الإمام مالك بن أنس، هاد الصباح هذا ما دخلوش ولادهم يقراو، علاش؟ حيت ما راضينش بهاد الوضعية هادو، يعني ولادهم كيقراو جوج مرات في السيمانة، كيقراو الجمعة نص نهار، يعني جوج ديال الساعات ماشي حتى نص نهار، والسبت عاود نفس الشيء، عاود كيقراو عاود نص نهار، ما راضينش بهاد الوضعية هادي، نتمنى يدير لهم الخير. متابعي نهاية هذا البث المباشر، تلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.